إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن العبد المسلم في هذه الحياة الدنيا يواجه خطرا عظيما وعدوا لدودا خطيرا. إنه يا عباد الله يعادي الإنسان معاداتا عظيمة، ولذلك يا عباد الله حذرنا الله عز وجل منه أشد التحذير، حتى نحذر خطره ونحذر شره. ولكن كثيرا من الناس عن هذا لغافلون. إنه الشيطان يا عباد الله الذي أقسم قسما ذكره الله عز وجل تحذيرا منه، عندما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال عنه سبحانه وتعالى في قسمه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وحذر الله عز وجل منه في آيات كثيرة، فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال سبحانه وتعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ومن عرف هذا يا عباد الله فإنه يجب عليه أن يحذر من هذا الشر العظيم ومن هذا المكر الكبير الذي يعمله الشيطان وأعوانه في كل يوم وليلة، بل في كل أحيانك. ولذلك يا عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا يدل على خطورته وعظيم خطره. ومع هذا كله فإنه ضعيف، كما قال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقوته وخطورته التي ذكرها الله عز وجل إنما تكون على الغافلين الذين يغفلون عن ذكر الله وعن الحروز التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أما من تمسك بالحروز وتوكل بالله وتوكل على الله سبحانه وتعالى وعلق قلبه به فإن الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال عنه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وهذا دليل على ضعفه وهوانه، وهو الخناس كما قال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس
ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فهو يخنس عند ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو ضعيف وهين على من تمسك بدين الله عز وجل وحافظ على ورده وعلى ذكر الله عز وجل وعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. وإنما يتمكن الشياطين من القلوب الغافلة عن طاعة الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الأوراد والحروز التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الحفظ من الشيطان وشركه وأعوانه أوراد كثيرة، فيها أوراد تدفع شره وفيها أوراد ترفعها. ولذلك يا عباد الله، على المسلم أن يحرص على هذه الأذكار، سواء كانت هذه الأذكار في دخوله البيت وخروجه منه، وفي دخوله المسجد وخروجه منه، وفي أذكار الصلوات، وفي أذكار الصباح والمساء. فمن غفل عنها فلا يلومن إلا نفسه، ومن تمسك بها فقد تمسك بالركن الأعظم الذي لا يضره شيء. وليحرص العبد على الأوراد التي فيها الدفع، لأن الدفع يا عباد الله وقاية، والرفع علاج، والوقاية خير من العلاج. فمن وقع عليه الشيطان وضره فإنه يستعمل أوراد الرفع من الأوراد التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرقية الشرعية. ولكن على المسلم كما ذكرنا يحرص على الوقاية قبل العلاج. ولذلك سنذكر طرفاً من هذه الأوراد التي يغفل عنها اليوم كثير من الناس، ولا يوفق لها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وهذه الأوراد والأذكار على المسلم أن يحسن نيته ويصلحها عندما يقولها ويذكرها، فعليه يا عباد الله أن يحتسبها أجراً عند الله سبحانه وتعالى، ويحتسبها توحيداً وتعلقاً بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون همه فيها فقط أن تكون حرزاً له من الشيطان ومن أجل الدنيا، بل يجمع بين ذلك كله استجابةً لله، استجابةً لرسوله، تعلقاً بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يا عباد الله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل جاء بأفضل منه. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، وإلى هذا الفضل الكبير في هذا الحديث العظيم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. وهذه لا تأخذ من وقتك يا عبد الله إلا دقائق معدودة، وفيها هذه الأمور العظيمة. كانت له كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت حرزاً له من الشيطان، أي حفظاً له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به ممن قال هذا الذكر إلا من قال هذا الذكر وزاد عليه. فهذا حديث عظيم، حق على كل مسلم علمه وسمعه أن يعمل به ولا يتركه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد جاء بالحديث أن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات، ومن هذه الكلمات أن الله سبحانه وتعالى قال له: والعبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، فلا يحرزك من الشيطان وشروره إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع لك الذكر في كل أحيانك، في قيامك وفي جلوسك، في دخولك وفي خروجك، في نومك واستيقاظك، وفي كل أحيانك، كل ذلك ليتعلق القلب بالله، ولأجل أن يكون لك حرزًا من الشيطان. ومما جاء يا عباد الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحروز الشرعية التي يتقي بها العبد شر الشيطان وشركه وأعوانه: أدعية الخروج من المنزل والدخول، وكذلك أدعية دخول المسجد والخروج، فكلها يا عباد الله حروز من الشيطان. وشرعت يا عباد الله هذه الأدعية لأن المرء لا ينفك منها، فلا بد أن يدخل بيته، ولا بد أن يخرج، ولا بد أن يأتي إلى المسجد، ولا بد أن يخرج منه. فلذلك شرعت هذه الحروز حتى يكون المرء في كل أحيانه على تعلق بربه وفي حرز من الشيطان وشركه وأعوانه. فمن ذلك إذا خرج العبد من بيته ثم قال: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية يقول الشيطان لشيطان آخر: ما لك برجل قد كفي وهدي ووقي. فانظر إلى هذا الذكر، فانظر إلى هذا الذكر، ذكر يسير ولكنه سبب للهداية والوقاية والكفاية، وأن تكون في حرز من الشيطان بأن يتنحى عنك. وإذا دخل العبد بيته فذكر الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا جاء إلى المسجد وقال: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يقول الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وإذا خرج العبد من المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اعصمني من الشيطان، عصمه الله عز وجل من شره وشركه. فلذلك يا عباد الله علينا أن نحرص على هذه الأدعية وهذه الأذكار في الدخول والخروج، لأنها حرز من الوقوع في شر الشيطان، وهي دفع قبل أن يقع شره. وكما ذكرنا، الوقاية خير من العلاج. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.